السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعال احنا لعبة انشارتد 1 2 3. اليوم احنا نلعب افضل جزء في اللعبة. راح نلعب المرحلة الخايسة، صح؟ المرحلة اللي عذبتني على بال ما مريتها، المرحلة اللي عذبتني على بال ما مريتها. المرحلة هي ترى وين هذول المراحل. طبعا بالنسبة لي انا بصراحة المرحلة اللي عذبتني هذا اللي بنلعبها لليوم. ليش انا بكبري؟ لا مش عارف. بحاول لها اليوم، بجرب العب من جديد. بصراحة نسيت المرحلة، انا كاتب اللعبة تعرفوا كتبتها، يا اخي بس ما كتبتها، كانت رهيبة. يلا بسم الله. Torch is going out. لا اكرهها بصراحة. بشكل مو طبيعي. خلنا بس نلبس لبس غير البني هذا. نلبس لبس غير البني اللي تحول لابيض. كذا احلى بصراحة. Like the family crypt. Ralph Godfrey must be down here, then, huh? He knew anything about the Atlantis of the Saints. Took it with him to the grave. Let's find the grave. Give me a hand! صراحة اللعبة رهيبة بس اكره في اللقطة. يلي كمان وي جوتا جو الحين اطيح و شفتوا هذا الشيء اللي اكره بصراحة في اللقطة. لقطة حلوة كذا. يا الله من الجهة الثانية. حتى من الجهة الثانية لاقيني. انا اكره ذي المرحلة. شوف انا ابغاك تروح، شوف ابغاك تكلم الدرج، ابغاك تكلم الدرج. صراحة لو في واحد يعرف المرحلة بصراحة بيسوي لي هذه. صراحة انا كاره امدد اقعد بكل ذولا. هذا بترقز في المرحلة، اعتبر النقزة هي مرة مهمة بالنسبة لك. يا أخي سريعين فودي دم بطيئين، بس هم خلينهم سريعين يا ليل. حتى في مرحلة ثانية من الديدان أكرهها بصراحة، بس اللي فيها على الأقل ديدان قليلين مو مثل ذولا، مو مثل هذا الحجم. الجزء الثاني من ذي المرحلة. كيف نروح هي هنا هذه او فاضي ما ادري. هي ذي هنا لازم نجلدهم. اخبزهم انا عليكم، انا ايزي علي ذول اخبزهم وراح عند الديدان بعد الخبزة. سيبيهم الدجاج مخبوز لكم. بالنسبة لي دولة سهلين، أسهل شيء هم دولة. أوكي بس فيهم ديدان أصل أسهل بالنسبة لي الديدان. الديدان المفقودة أخوان، الله اللي قالوا الديدان المفقودة عامل أحلى شيء. دواب
بقدر. أبي أطلق يا طلعت. خلينا نشوف شباب في هذه هنا. لك شيء زين. في هناك بلاتينيوم. إذا ما في بلاتينيوم لازم شباب. بلعب هذا. في نسخة أعرفها من اللعبة. بنزلها عشان أحصل بلاتينيومات أكثر في اللعبة. إذا ما لقيت هنا بلاتينيوم. أوكي للأسف الشديد. ياب اللي كان في بالي ما أبي بلاتينيوم. أوكي خلف اللف يمكن ألقى بلاتينيوم. من هنا وهناك. عشان البلاتينيوم طبعاً يجيب لك أشياء كثير. تغييرات متى أحط لك الشخصية تقدر تغير. والأشياء تقدر تغير. دقيقة بس بسط الباب وأرجع لكم. كالعادة راح نروح هناك. اوكي حلو. اوه بغيت بموت. اوكي موت دراك. اوكي هنا بموت خوي خوي قلبي. incredible. الله خلينا نسرع الوقت. تذبحون اخوي. مين بيذبح خوي؟ طب من وين الخوي؟ من اللي كتب خوي؟ قالت لو ان حساب كان تركته ولا لو ان حساب كان عادي ما ادري صالح الحين اللي معانا خوي القلب حقنا خوي دريك يا شيخ لا ولا ما صوت المغامرة يا كل خيال ترى طوط هذا كله طلع خيال هوب عشان كذا محطين اغنية كنت بدهم يحطون اغنية على على خوي على طول تنتهي اللعبة على طول بس انا حطيت وين تعبت وش ذا التعب ايش ذا الطفش وش ديدا
يلا خلينا ندور. جيت بعد قطعة. اوكي القطعة هي اللي بس روحت. اوكي القطعة كنت تروح الزبالة ولا ذا؟ الله يا اللون جميل جميل. Come back here, you son of a bitch! Knocked out. You're dead! You hear me? You're dead! حتى في الأغنية دي أكرهها بس. يا 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 هذا حقك أنا. هذا خوي عجوز النار. أوريك. أوريك. أخليك تقص من الصين. يكفي رسائل عشان خاص فيديو بنزل مقطع جديد عشان هذا تشوفون المقطع. فيلا شباب سلام عليكم. مقطع